بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم حامل المسك على اثير الراديو 90 90. وانا في حلقه اليوم سعيد ان انا اكون معاكم. صحيح حضراتكم اللي بتسمعوني وبأتشرف ان صوتي يوصل اليكم، كنت اتمنى ان انا اسمعكم واتحاور معاكم ويكون بيننا حديث مستفيض وقلب مفتوح وتلتقي العقول على حوار وسؤال وجواب وتبادل للمعرفة وطمأنة متبادلة وجبر للخواطر والقلوب. أحب ما إلي وإلى كل من يتشرف بحمل العلم وخدمة مواريث النبوة أن يبذل وأن يقدم عصارة عمره للناس حبا لهم وإكبارا لهم واحتراما لمقامهم. كنت أتمنى أنه الحديث يكون موصول وأنه الكلام يكون أخذ ورد رايح وجاي بيني وبين حضراتكم، إلى أن من الله تعالى اليوم في ابتداء من حلقة النهاردة بتحقيق هذه الأمنية الغالية على قلبي، حيث تم تخصيص خط تليفون رقم حقوله لحضراتكم دلوقتي ممكن نستقبل من خلاله مكالماتكم، وكذلك تم تخصيص رقم آخر لاستقبال رسائل الاس ام اس، وكذلك فتحنا على صفحات الفيسبوك على الصفحة الشخصية للفقير وعلى صفحة البرنامج استقبال أي تعليقات من حضراتكم، نتشرف إن احنا نقراها ونعلق عليها ونتفاعل معها. الفكرة اللي بيدور حواليها الموسم الثاني للبرنامج الحالي معذرة، واللي احنا استقرينا على إن احنا نسميها حامل المسك، هي فكرة الصداقة والصديق. فين المعايير والأوصاف والشمائل والمنارات التي تشكل أمام نظر الإنسان الصديق الوفي الأمين المخلص الصادق الناصح الذي يشارك الإنسان في وقت الفرح والحزن، في وقت الشدة والضيق والسرور واليسر؟ فين الصديق اللي أنا أقدر أصاحبه وأعيش معاه وأأتمن على وجداني وعلى عقلي؟ وفين المواصفات اللي أنا لازم أحذر منها عند اختيار الصديق؟ مشكلة الصداقة بالنسبة لأولادنا الصغيرين، المشكلة المؤرقة لغالب البيوت الآن، لما الأب والأم يقولك أنا مش عارف أخلي ابني صاحب مين، كل النماذج المحيطة به نماذج سيئة، أو لسانها مش نظيف، أو تستخدم الشتائم، أو طباعهم طباع مليانة يعني طمع وكذا، أو شراسة في الأخلاق. بقت القضية قضية مؤرقة في الحقيقة، وفي نفس الوقت ما أشرف وما أرفع وما أنفع مفهوم الصداقة إذا أكرمك الله أيها المستمع الكريم أو أيتها المستمع الكريمة بصديق منحة كده من عند ربنا يجد الإنسان نفسه فيه ويجده في نفسه. اتشرفنا من النهاردة أن احنا نخصص الخطوط المذكورة بحيث تكون ما بين إيدين حضراتكم، وأتشرف بالتواصل معاكم. أي حد من حضراتكم عنده قصة نادرة من قصص الصداقة والصحبة، نموذج نادر استوقفك، نموذج غريب جدا انت الى الان مندهش منه ومش عارف هو ازاي بيفكر كده، ونفسك ان احنا نتناوله بالتحليل مع بعض، كلمونا على الرقم 2-18-10-866 للاتصال الصوتي، او الخط 0-99-1-99-1-99-9 لرسائل الاس ام اس، أو تليفون رقم 2-18-10-866 لاستقبال مكالماتكم الصوتية، أو التعليقات اللي حضراتكم ممكن تشرفونا وتتركوها لنا على الصفحة صفحة الشخصية أو صفحة البرنامج والراديو. يسعدني ابتداء من اليوم أنه ينفتح خط التواصل وأبدأ أسمعكم وأشتبك مع الأطروحات والأفكار اللي حضراتكم ممكن تقدموها لينا. نموذج عجبك قوي من الأصدقاء، نموذج اندهشت منه واتضايقت منه جداً، نموذج نفسك تشوفه وتتمناه، مشكلة مؤرقة في علاقتك بأصدقائك، أرجوك هات لنا الحاجات دي كلها وألقي بها إلينا وخلينا نبدأ نتناولها ونضعها على مائدة الدراسة والتفكير المشترك. وإذا ربنا فتح بشيء من الخبرة أو النصيحة ممكن نفيد سيادتك به، أتشرف بأن أنا أقوم بتقديمه إليكم. إلى أن تصل إلينا اتصالاتكم ورسائلكم، اسمحوا لي أن أنا أتكلم عن النقاط اللي أنا كنت حددتها لحلقة النهاردة. إحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن شرف مفهوم الصحبة والصداقة، خدنا حلقة من الحلقات لصداقة المعاني والقيم، خدنا حلقة كمان من الحلقات لصداقة الأكوان، إزاي الإنسان ممكن يبقى صديق لكل شيء في الوجود لحد ما يبدأ يبرز في النهاية مفهوم أنه في أعمال وتصرفات ومؤسسات يقول لك ده صديق للبيئة،
صديق للبيئة يعني إيه؟ يعني سلوكياته في الحياة أو مجموع الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركة أو هذا المصنع أو هذه المؤسسة ليس منها ضرر على البيئة المحيطة، على المياه وموارد المياه والأنهار، على الجبال، على الرملة اللي الناس بتنتفع بيها وتصنع منها، ولا على الصحراء، على النباتات. الإنسان صديق للبيئة، يعني صديق للأكوان. ضربنا أمثلة كتيرة من ده في الحلقة اللي فاتت، بس حبيت أن أنا أفكر حضراتكم بها. والنهاردة مش هتكلم عن صداقة المعاني والقيم، ومش هتكلم عن الإنسان الصديق للكون بأكمله حواليه. أنا هتكلم بقى عن المفهوم السلبي اللي أنت ما ينفعش تصاحبه. مين اللي اوعى تصاحبه؟ يعني النهاردة هنتكلم عن عدم الصحبة، عن عدم الصداقة. لقينا من كلام الحكماء والفلاسفة والمفكرين والأدباء وعلماءنا الكبار، بدءا من سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق وأئمة الإسلام عبر التاريخ، وجدنا عصارة خبرة وعصارة حياة وتجارب حياة مهمة أسفرت عن أنهم يحذرون الإنسان من صحبة أصناف معينة من الناس. أقول لحضراتكم نماذج من ده. كانوا بيقولوا لا تصاحب خمسة، يعني خمس صفات معينة أو خمس أحوال أو خمس مواصفات، أول ما تلاقي واحدة منهم في صديق أو في إنسان كان بينك وبينه بداية صداقة احذر، ما تكملش معاه في الصداقة. لا تصاحب خمسة. مين بقى الخمسة دول؟ نمرة واحد الكذاب، نمرة اثنين الأحمق، نمرة ثلاثة البخيل، نمرة أربعة الجبان، نمر خمسة الإنسان الفاسق اللي مليان معصية ومليان بعد عن ربنا. وبدأوا العلماء يقولوا تحت كل واحد ليه، وإيه الضرر اللي ممكن يرجع عليك لو صادقت هذا الصنف من الناس. لا تصاحب الكذاب، بيقولك فإنه منك على غرور وهو كالسراب، يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. يعني الكذاب بيفضل في كل موقف يديلك انطباعات وهمية ومعلومات مغلوطة وينقلك عن الناس كلام غلط، فتعادي إنسان وهو في الحقيقة صديق لأنه بينقل لك كلام مكذوب إنه بيشتمك، أو تصادق إنسان وهو في الحقيقة عدو، أو يخليك تقدم على موقف والموقف ده غير حميد إنك تدخل فيه، أو تترك ملف كان المفروض إنك أنت تمشي فيه. ليه؟ لأنه لم يعد صادقا، لا ينقل إليك معلومة صادقة، بيتوهك، بيغرقك في بحر من الأوهام، بيخلي عينيك اللي انت بتشوف بها الامور دايما منعكسة، تشوف القريب بعيد والبعيد قريب والجميل قبيح والقبيح جميل والكبير صغير والصغير كبير، بيعيشك في عالم من الاوهام. احذر من صحبة الانسان الكذاب. اسوأ واخطر الصفات التي يمكن ان يبتلى بها الانسان هي الكذب. ولذلك ورد في الحديث زي ما حضراتكم عارفين انه سئل الجناب النبوي المعظم عن الإنسان المؤمن، هل من الممكن أن يقع في شيء من المعاصي والأخطاء؟ قال لهم نعم، ممكن الإنسان المؤمن يسرق، ممكن يزني، ابتلي بشيء من الفحشاء وتاب وأناب، وارد أنه يحصل منه كذا. ثم قالوا يا رسول الله أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يعني المفهوم الوحيد من المعاصي الذي لا يمكن أن يجتمع أبدا مع مفهوم الإيمان والتقوى والمعرفة بالله هو مفهوم الكذب. ليه؟ لأنه بيخلي الإنسان يمشي في الحياة مغمض، بيخبط في كل حاجة، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، ويجمل لك القبيح ويقبح لك الجميل. احذر من صحبة الإنسان الكذاب، احذر من صحبة الإنسان الكذاب. نمرة اتنين احذر من صحبة الإنسان الأحمق. معنا اتصال. معنا اتصال من السيد محمد إبراهيم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السيد محمد أهلا وسهلا بيك، ازيك؟ ازيك يا دكتور أسامة، ربنا يخليك. صراحة أنا غاية السعادة أن أنا بسمع صوت حضرتك لايف كده. والله ده أنا لي الشرف والسعادة، ويعني أول اتصال على الإطلاق نتلقاه في البرنامج. احنا هنخلي اسمك يعني اسم أيقوني، أول اتصال نسعد ونتلقاه. احنا سعداء. ده شرف لي يا دكتور. الله يخليك يا سيد محمد، طمنا عليك، أنت كويس وأخبارك كويسة؟ والله نحمد ربنا على كل حال. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله. ربنا يزيدنا يعني. وإياك يا رب سرور وتوفيق. قول لي عايز تقول لنا إيه؟ إيه الفكرة اللي عايز تقولها لنا في البرنامج النهارده؟ والله أنا سمعت حضرتك أنت بتقول لو عندك نموذج صداقة مش موجود أو صديق ليك مش لاقي زيه، هو فعلا موجود، هو مش صديق، هو كان قريبي يعني. هو قريبي. أيوه. بس ما اعتمدناش إن إحنا قرايب، إحنا بقينا أصحاب. أيوه.
يعني ما بقتش درجه قرابه، بقت صحوبيه، لدرجه ان هو انا ما كنتش بصلي وما كنتش بصوم، هو اللي حسني على الموضوع ده وخلاني اصلي واصوم واعرف ازاي اقرا القران، حتى كان بيعدل لي قرايه القران كمان هو ابن خالي. ولو تسمح لي ان انا اقول اسمه، يعني هو اسمه محمد السيد. اهلا وسهلا، ونوجه ليه طبعا من البرنامج تحيه واحترام واكبار على انه حفر عندك ونجح انه يوصل اليك هذا النموذج الرفيع والمشرف من الصداقه اللي خلانا نسمعه منك دلوقتي، فله الشكر طبعا بكل تاكيد. حتى الناس ما كانتش مصدقه ازاي انت، وهو اصغر مني على فكره بحوالي 8 سنين او 9 سنين من سني يعني. اقول لك يا سيد محمد، هل استطيع ان انا اقول انه صديقك الاستاذ محمد السيد، يعني انت الى هذه الدرجة تحولت نظرتك اليه من نظرة صداقة ورحم وانه ابن خالك الكريم الى ان تحول الى صديق وصديق عمر، وانك انت فرحان بيه وحفر في وجدانك وحفر في حياتك، هل اقدر اقول انه كان في مسيرة حياتك انسان حقيقي يمكن ان يسمى حامل للمسك؟ هو لو في حد فعلا حقيقي في حياتي اسمه حامل للمسك فيبقى محمد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اقسم بالله. يا سلام يا سلام. طيب ايه تاني من الحاجات اللي استوقفتك في صداقتك بابن الخال الكريم والصديق العزيز الان السيد محمد؟ يعني هو لو انا قول لي لو انا غلطان في حاجه، ما بيجاملنيش ان احنا اصدقاء مثلا او ان احنا اصحاب او ان احنا قرايب، لا بيعرفني ان انت غلطان في كذا كذا وانا زعلان منك في الامر ده. سيد محمد، قبل ما حضرتك اتشرفنا بالاتصال كنا بنتكلم عن مجموعه صفات الانسان اللي اوعى تصاحبه، وقلنا خمس صفات. اول صفه اوعى تصاحب الكذاب لانه هيخليك دايما غرقان في الوهم، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. اللي انت بتقوله دلوقتي مطابق للي احنا كنا بنقوله، انه السيد الصديق العزيز اللي حضرتك بتكلمنا عنه محمد السيد كان صادق معاك، مش بيجملك الخطا، بيبصرك بالحقيقه. فانا سعيد وبينصحني كمان. ايوه. طب ايه تاني في من المعاني اللي استوقفتك فيه؟ اولا صادق. ما كلمته يعني مثلا ما بيقولش كلمه بمعنيين، هي معنى واحد. بيحاول لو انا عندي حاجه غلط بيصححها لي، وبيديني النصيحه، ما بيقولش ان هي غلط وخلاص، مع انه اصغر مني. يقول لي انت دي غلط عندك، الصح بتاعها كذا، وانا بسمع منه. وبصراحه علاقتي مع ربنا بقت احسن بكتير من الاول، والسبب يرجع له، وبتمنى ان احنا نكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل. الله الله الله. طيب دلوقتي اللي اقدر اقول ثلاث قيم او اربع قيم علشان ناخد من النموذج الشخصي اللي احنا بنتكلم عنه يا سيد محمد نحوله لنموذج، يعني نجرد منه مجموع صفات، اقدر اقول انه صديقك العزيز الاستاذ محمد السيد يتمتع بالصدق، انه انسان صادق، نمره اثنين انه انسان مباشر، كلمته كلمه واحده وبمعنى واحد، مش بيلاوع ولا يلف ولا يدور، نمره ثلاثه انه ناصح امين، نمره اربعه انه صحبته ليك انعكست على حياتك بالخير والاستقامه والطاعه ومعرفه ربنا. يبقى نقدر نقول انه الاستاذ محمد السيد اللي نقدم ليه كل الاحترام ونعتبره جميعا صديق، نقدر نقول انه انسان تجسدت فيه اربع معاني. يا كل السادة الكرام اللي بيسمعونا، عايز تتخذ لنفسك صديق تسعد بيه وتعتز بيه زي ما صديقنا وحبيبنا اللي بيكلمنا دلوقتي اسمه محمد ابراهيم يعتز بصديقه محمد السيد، ويقدم صفة الصداقة على صفة القرابة، يعني كان ممكن صفة القرابة تبقى صفة عادية جدا وارحام واقارب يتقابلوا ويمشوا، بس ده بقت صحبة. يا كل من يسمعنا الان، خد الاربع صفات دي: صادق، صاحب الإنسان الصادق، صاحب الإنسان المباشر اللي ما يلفش ويدور في الكلام، صاحب الإنسان الناصح الأمين اللي يوعيك بالخطأ ويبصرك بالخطأ، صاحب الإنسان اللي لما تعيش معاه وتمشي معاه في نهر الحياة تجد أن صحبته انعكست عليك بالصلاح والاستقامة والهداية. أستاذ محمد، أنا سعيد باتصالك وفرحان وشاكر ليك، وأرجوك تبلغ، ربنا يخليك يا رب، وأرجوك تبلغ الأستاذ محمد السيد كل الاحترام والتحية والتقدير على أن كان لك صديقا تعتز به، وإحنا كلنا بنعتز به. أشكرك على اتصالك الكريم. أنا أشكرك، بس أنا ممكن طلب بعد إذنك. تحت أمرك. محتاج رقم للشخص رقم. طيب حاضر، لو ينفع. تحت أمرك طبعا حاضر، اسمح لي بعد ما نخلص الهوا نتواصل معاك وندي لك الأرقام، وكنت تحت أمرك على طول طبعا.
أشكرك أستاذ محمد، شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، في أمان الله. سادة المستمعين الكرام، يعني أنا سعيد بالنموذج اللي احنا سمعناه من الأستاذ محمد إبراهيم، نموذج مشرف، وعلى مثل هذا أحب إن احنا نتداول ونفتش وننقب ونطلع كل صفة جميلة ونادرة شفناها في صديق عزيز نعتز به. اسمحوا لي، احنا ما زلنا في انتظار اتصالات حضراتكم على رقم 2-1810-866 او رسائل اس ام اس على 199 او التعليقات على الصفحات المختلفة على فيسبوك وتويتر وكذا. اسمحوا لي ان انا اكمل الكلام مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا، ورجعنا لحضراتكم في بقيه حلقه اليوم اللي احنا بنتشرف فيها لاول مره في البرنامج وفي هذا الموسم باستقبال مكالماتكم ورسائلكم وتعليقاتكم. وطبعا بنفكر بحضراتكم برقم التليفون 2-1810-866 وفي رقم لرسائل الاس ام اس 199. اي موقف، اي صداقه نادره بتعتز بيها، اي صداقه سيئه تركت عندك ذكرى يعني انت متضايق منها، ابعت لنا وكلمنا وقول لنا هذه الخبرات اللي عندك، خلينا ندرسها مع بعض، خلينا نخرج من كل قصه واقعيه بنموذج نقدر ننور بيه الايام اللي جايه وللناس، خلينا نتشارك ونتحاور ونفكر، خلينا نطلع من معين الحياة ومن تجارب الحياة نماذج مشرفة ونماذج رفيعة تعطي الناس رسالة أمل ورسالة تفاؤل ورسالة إيمان بأنه القيم موجودة وممكن نعيش بيها وممكن نتصادق على أساسها. أنا في انتظار مكالمات واتصالات ورسائل حضراتكم. وإلى ذلك الحين، إحنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أنه 5 صفات لا تصادق أصحابها: لا تصادق الكذاب، لا تصادق الأحمق، لا تصادق البخيل، لا تصادق الجبان، لا تصادق الفاسق. اسمحوا لي أن إحنا نستقبل مكالمة من الأستاذ محمد إسماعيل من الإسكندرية. سيد محمد، اهلا وسهلا بيك، وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك؟ ازيك يا دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت كويس؟ انا سعيد جدا ان انا بسمع صوت حضرتك وبتكلم في البرنامج بتاع حضرتك يعني. والله انا في سعاده كبيره وسعيد ومسرور وشاكر لك اتصالك، ويعني ارجو انك تكون دايما بخير يا رب. الشرف، الشرف والله ليا يعني ان انا بسمع صوت حضرتك وبكلم حضرتك، وانا بنتهز الفرصه ان انا اكلم حضرتك. يعني كان في حاجة كده، كنت يعني بالمناسبة اللي أنا بكلم حضرتك، يعني إحنا مجموعة أصدقاء بنقعدوا مع بعض. نعم. فأنا لاحظت حاجة غريبة يعني. أيوه. إن يا فندم مواقع السوشيال ميديا، بعض المواقع للأسف يعني، تمام، يعني مثلا زي اليوتيوب وكده. أيوه. بتبث سموم للشباب. أيوه. أحاديث ضعيفة وأمور مغلوطة في أمور الدين. نعم. تمام. No. وللاسف الشديد ان بعض الشباب يعني انا بتكلم بناء عن تجارب شخصيه والله شفتها، ولقيت الموضوع ده منتشر جدا اليومين دول. ايوه تمام. ايوه. بتبقى الموضوع يعني واسع يعني، بتفهم الشباب دي للاسف بتفهم دينها بطريقه مغلوطه، وبتفهم دينها بطريقه يعني غير صحيحه. لدرجه ان انا والله يعني كان شاب يعني، كان صاحبي كان بيتكلم معايا. فكان بيقول لي يعني كان يتكلم في امور الدين في حاجات غير صحيحه يعني. وبحاول ان انا اوصل له المعلومه على قدر علمي. فانا بناشد حضرتك يعني. طبعا حضرتك مشكور جدا اللي بتتكلم في معنى الصداقه وكده، ان حضرتك تخصص حلقه لتصحيح بعض الامور في الدين يعني، وتنقيه الحاجات الشوائب اللي هي الشباب بتبص لها عن طريق السوشيال ميديا والكلام ده كله. عظيم 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 عظيم. وانا بشكر حضرتك جدا والله، بس يعني انا الموضوع ده همني، وانا انتهزت الفرصه اللي انا اكلم حضرتك يعني، وحضرتك ما شاء الله يعني. طيب، عالم جليل. الله يبارك في حضرتك. طب اسمح لي، انا لي عده تعليقات. اولها، انا بكرر الشكر ليك على الاتصال الكريم اللي انا بالفعل من اعماقي فرحان وسعيد به. نمرة 2، اللي حضرتك قلته كشف لي عن شيء رفيع في شخصك الكريم، انك شايل الهم، عاتل الهم يعني شاعر بانه في شيء نفسك تشوفه بصورة كويسة وبصورة مستقرة، وبترصد فيه نماذج سلبية ونماذج. فانا اشكرك على هذه الهمة،
وعلى تحمل المسؤولية وعلى الشعور بأهمية إنه الناس في حاجة إلى 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 دعم معرفي ومعنوي. أشكرك على هذه الهمة الكريمة دي نمرة. هي من باب الغيرة، من باب غيرتي على ديني والله يا فندم. والله يعني غيرة يعني أحييك عليها، ولك ولك عليها من الله. أنا انتهزت الفرصة اللي أنا أكلم حضرتك، والله لقيت الموضوع ده انتشر جدا والله. عظيم يعني عظيم. أنا في اسكندرية حتى أقربها امبارح والله، يعني كان واحد زميلي في الشغل، انا اسف ان انا اطول على حضرتك، تلخيصه صغيره يعني. كان واحد زميلي في الشغل كان بيتكلم على ايه الحكمه من 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 ذبح سيدنا ابراهيم، يعني من امر ربنا لسيدنا ابراهيم لذبح ابنه سيدنا اسماعيل. ايوه فطبعا كلنا انا على قدر علمي جاوبته، يعني اللي هي ابن ابراهيم راى رؤيا في المنام اللي هو ذبح سيدنا اسماعيل. نعم. ورؤيا الانبياء حق. نعم. فبقيت بجادله بالحجة والبرهان على قدر علمي. أيوة. فلقيت اللي هو للأسف كان اتفرج على فيديو في السوشيال ميديا وشاف، كان واحد يعني للأسف برضو اللي هو بيدعي اللي لأ، اللي كان سيدنا إبراهيم كان دعا على عبد من عباد ربنا فربنا عاتبه فيها، فالحكمة جات من هنا اللي هو يعني يذبح ربنا، يعني اللي هو سيدنا إبراهيم بيقرب قرابين لله عز وجل وربنا ما تقبلاش منه، ففي الاخر قال له يا رب هذا عبد، يعني قال له هذا، قال له يا رب هذا ابني. فربنا رد عليه ده الشيخ ده، يعني مش شيخ للاسف، يعني واحد بيقول على السوشيال ميديا، فقال له هذا عبد. فانا فبقول له يا ابني يعني دي ده مش صحيح يعني، والله اعلى واعلى. أيوة أيوة. فانا والله انتهزت الفرصه، يعني اتمنى من حضرتك والعلماء الاجلاء اللي هم يتكلموا في المواضيع اللي هي بتشوب الثقافه اللي تملا الدنيا. طب حضرتك اقترحت فكره كويسه قوي ان احنا نخصص حلقه لتصحيح المفاهيم. يا ريت والله، يا ريت والله. حاضر حاضر، اقتراح في محله. وكمان ان شاء الله في القريب ربنا يعين على وجود، يعني هي دي مهمه الاهل العلم في الحقيقه، التواجد القوي والتواصل المستمر وتصحيح المفاهيم وتوضيح الصوره. اشكرك على الاتصال الكريم أولاً، أشكرك على المقترح الكريم المقبول، وأنا بالفعل سعيد باتصالك الكريم، ويا رب دايماً على تواصل دائم يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبنا، ربنا يخليك. أشكرك، شكراً جزيلاً ليك، شكراً جزيلاً، في أمان الله، مع السلامة. طيب كنا بنقول أيها السادة المستمعون الكرام، القضية اللي طرحها صديقنا وحبيبنا الأستاذ محمد إسماعيل من الإسكندرية المحببة إلى القلب، إنه كم يحتشد ويمتلئ تمتلئ وسائط السوشيال ميديا بثقافة مغلوطة. ليه؟ لأنه الغالب الموجود في صفحات السوشيال ميديا عبارة عن انطباعات. في فرق يا جماعة بين المعلومة والانطباع. المعلومة دي معلومة محققة مؤكدة مدروسة، عصرت عمر في الدراسة والقراءة والتحليل والاستنباط والربط والاستنتاج، بحيث تأتي المعلومة في النهاية عصرت عمر من المنهجية العلمية والدراسة المتقنة ومصادر البحث السليمة مع المواهب والقدرات العقلية في استخلاص المعلومة واستخراجها. ده يسمى معلومة. فالمعلومة لا يمكن أن تكون إلا ثمرة مجهود علمي وبذل مجهود علمي بعد تعلم لمنهجية البحث وبعد قراءة واسعة، حينئذ دي تسمى معلومة. أما الإنسان لما يسمع أي فكرة فيبدأ يقول خواطره وانطباعاته عنها، فدي لا تزيد على أن تكون مجموعة انطباعات، يعني تقييمه هو للموقف، يعني رؤيته هو، بس دي مش معلومة، ده انطباعك الشخصي. الإشكال الكبير اللي موجود في وسائط السوشيال ميديا أن تتحول الانطباعات إلى أن يتم التعامل معها كما لو كانت معلومات، بما معناه أنه أي إنسان بيطرح قضية من القضايا، القضية دي بتكون محل نقاش سيل من الناس، كل واحد يعلق بانطباعه الشخصي، وبالتالي يبقى فيه كم مهول من الأفكار والانطباعات والمقترحات والآراء، وما بين مقترح صحيح وما بين واحد فهم المعلومة صح وما بين واحد قدر الموقف صح وما بين واحد استوعب الفكرة وواحد تاني ما استوعبهاش، فبقى هناك كم كبير ومهول على السوشيال ميديا من الضجيج الذهني والمعرفي، بينما العلم لابد فيه من الأناه والهدوء. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. منطق السكينة، منطق الإتاحة الفرصة للعقل أن يتنفس وأن يتشرب المعرفة ببطء. بعيدا عن هذه الجزئية، نعم هناك حاجة ماسة،
إلى أن مؤسساتنا الكبرى، الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، المؤسسات الدينية الرسمية في مصر وما أجلها وما أكبرها، في حاجة إلى أن نعيد تفعيل كل صور ومنصات التواصل الاجتماعي التي لا تكتفي فقط بنشر تعليق أو بنشر بوست أو بنشر فكرة، بل تشتبك وتحاور وتقدم البراهين وتصحح المفاهيم. وإن شاء الله أنا بقول للأستاذ محمد ولكل السادة المستمعين الكرام، سندعم وندفع ونذكر كل السادة العلماء والمسؤولين الكبار بتفعيل هذا الجانب للقيام به على أكمل وجه إن شاء الله، حتى يقوم العلماء بدورهم على الوجه الأكمل. أما تخصيص حلقة لتصحيح المفاهيم، حاضر طبعا تحت أمرك، أخص حلقة في البرنامج لتناول بعض القضايا الشائعة والمثارة ونبين الصواب فيها. قبل ما الأستاذ محمد يشرفنا بالاتصال، كنا بنتكلم عن خمس صفات اوعى تصاحبهم. كانوا بيقولوا لا تصاحب الكذاب، لا تصاحب الأحمق، لا تصاحب البخيل، لا تصاحب الجبان، لا تصاحب الفاسق. كان سيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى له أبيات في هذا المعنى، كان بيقول: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. لا تصحب أخ الجهل، يعني تحرى في صديقك أن يكون إنسان صادق، أن يكون إنسان أمين، أن يكون إنسان ناصح، ما يكونش إنسان غشاش في النصيحة، ما يوصلش إليك معلومة مغلوطة، لا يغر صدرك تجاه الناس، تصاحبه وترافقه وتماشيه، فتجد أن حالك يزداد سكينة ويزداد رفعة ويزداد نبل، مش تمشي معاه فتفاجأ بأنك أنت عمال تصطدم بالناس وصدرك يغر من الناس، وإذا به إنسان يوقع العداوة ما بين الناس، فلا تصحبه أبدا وابعد عنه بكل ما تملك. معنا الأستاذ محمد عدلي، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يعني والله شرف عظيم جدا أن الواحد يشرف بالاتصال بالعالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري. الله يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يديك الصحة ويبارك فيك، ويعني راديو مصر مشكورا في إضافة القمم والعلماء والله من الجانب الديني. ربنا يبارك في سيادتك، وراديو 99 يسعد بسماع صوت سيادتك ويفرح. بارك الله، الله يديك الصحة حبيبي. محمد عدلي، محمد بيعدي من نجا حمادي، أحبابنا من نجا حمادي قنا والله، أحبابنا وأهلنا الصعيد الطيب المبارك، مخزن القيم ومعدن الأصالة حبيبي، كشأن كل بقعة في أرض مصر. نجا حمادي سادتنا السادة آل بن شرقاوي، سيدنا الشيخ نعم أحمد بن شرقاوي، نعم وسيدنا نعم الإمام الكبير الشيخ أبو الوفا الشرقاوي وأهل نعم العلم، نعم نعم العالم الجليل. أنا على نعم فكرة كنت عملت حلقة عن الإمام الكبير الشيخ أبو الوفا الشرقاوي في الموسم الثاني من برنامج رؤى على قناة دي ام سي، وتناولت حياة هذا الإمام الجليل والعلم الكبير سيدنا الشيخ أبو الوفا الشرقاوي، وربنا وفق أستاذ محمد، وجبنا فيديو نادر لاستقبال الإمام الشيخ أبو الوفا الشرقاوي للزعيم الكبير سعد زغلول. نعم نعم، هذا الموقف السياسي العظيم. نعم يا دكتور تفضل. فنجا حمادي وسادتنا الأكابر فيها يعني معدن الوطنية ومعدن الصلاح، وأنا يعني فرحان إن أنا يعني بسمع صوت سيادتك في الحقيقة. أنا اللي سعيد جدا يا فندم، مبارك الله فيك، ربنا يديك الصحة يا حبيبي. وكان فضيلة الراحل فضيلة الشيخ محمد حسن المخلوف دائما في الساحة في ساحة أبناء أبو الوفا الشرقاوي في نجا حمادي، سيادتك الإمام الكبير الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية. نعم. ووالده الإمام الكبير الشيخ محمد هو المفتي سيدنا الشيخ حسنين. أيوة بالضبط. المتوفى سنة 1410 هجري عن 100 سنة. ووالده سيدنا الشيخ محمد حسنين المتوفى 1355 هجري. وكان سيدنا الشيخ محمد حسنين وابنه المفتي سيدنا الشيخ حسنين من تلامذة سيدنا الشيخ الكبير سيدنا الشيخ أحمد بن شرقاوي الكبير. الله. وكان الله معهم الشيخ محمد بخيت المطيع مفتي الديار المصرية، وكان معهم السيد يوسف الحجاج الأقصري، وكان الله معهم الشيخ محمد حامد المراغي الجرجاوي. الله. كوكبة الله من العلماء كانوا يحتشدون في ساحة سادتنا السادة آل بن شرقاوي. ويكفي نعم أن الإمام الكبير الشيخ أبو الوفا الابن
كان يقول عنه الشيخ أحمد شاكر المحدث الكبير، يقول أستاذنا الشيخ أبو الوفا الشرقاوي أعلم من رأيت بالكتاب والسنة. الله، ومحدث كبير بحجم الشيخ أحمد شاكر إذا شهد هذه الشهادة يعني تكشف فعلا عن الفخامة والنبل في هذا البيت العريق. أنا سعيد يا أستاذ محمد بسماع صوتك. والله يا فندم أنت 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 جدير بأن تكون يعني مستشارا للسيد الرئيس في النواحي الدينية، ربنا يديك الصحة حبيبي. كنت عايز مش هطول على حضرتك، يعني الإنسان فينا ليه كل ما بيكبر في السن ويحال التقاعد بعد خدمة مثلا 37 سنة سيادتك، ليه يعني بيزداد خوفه كده وبتتغير أحواله؟ يعني بيبقى خايف من يعني بيبقى هل ماشي كويس منضبط يعني بيجي. طب وبعد كده هل الشيطان سيادتك بيستحوذ على الإنسان يعني يجيب له أفكار سيئة والعياذ بالله، رغم أن الإنسان يعني ماشي في الطريق السليم بفضل الله تعالى إن شاء الله، يعني الإنسان بيصلي وبيصوم وبيتنفل وبيتصدق وبيتزكى بفضل الله علينا والله، لكن تبص تلاقي الوسوسة كده مش سايبة الإنسان. كذلك الواحد عايز يعرف النفس المطمئنة والنفس اللوامة، فكيف يعني الإنسان ينجو من وسوسة الشيطان أن يستحوذ عليه؟ حضرتك وفضلتك أنت ربنا يبارك فيك. طيب يعني الواحد فينا 68 سنة ويبص تجيله أفكار كده غريبة، ويعني الواحد عايز والله يا دكتور مش هطول على حضرتك، ربنا يبارك فيك. أولا طب فيما يتعلق بسيادة الرئيس، أنا أرجو من سيادتك ومن أحبابنا جميعا في نجا حماد الدعاء لسيادة الرئيس بكل التوفيق والسداد، ربنا يمنحه الصحة. إحنا الصعايدة بنشوفه وبنهلل، لأنه طبعا قرانا استفادت عندنا في قنا ومراكزها بحياة كريمة وحاجة جميلة وحاجة تشرف، وإحنا كل ما بشوف والله الإنسان دموعه بتزرف. آخر مرة حكيت الولاد المصابين بالأمراض اللي هي نعم. الأخيرة دي سيادتك التكلفة نعم. البهيضة بتاعت مش عارف الأمراض الجديدة أو اللي نعم. سيادته أصرح نعم. بأنه نعم. على نفقة الدولة طبعا. وحاجات رائعة وعظيمة، ربنا يمنحه الصحة ويطيل في عمره يا دكتور. أمين يا رب. الله يخليك يا حبيبي، أشكرك وحعلق على سؤال سيادتك بعد. ماشي يا حبيبي، تفضل. شاكرين شاكر لسيادتك، شكرا جزيلا لاتصالك الكريم، في أمان الله. شكرا ليك، شكرا ليك. السادة المستمعين الكرام، أنا سعيد باتصال حبيبنا الأستاذ محمد عادل بن نجا حماد التي أكن لها يعني مكانة كبيرة، وطبعا وعلى بعد خطوات منها ساحة سيدنا الإمام الكبير الشيخ أحمد رضوان في الأقصر، وساحة آل الطيب في الجرنة، ساحة سيدنا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ووالده وجده وغير ذلك من ساحات الولاية والصلاح، الساحة بتاعت سيدنا سمحت السيد مصطفى الإدريسي وابنه حبيبنا سيد إدريس الإدريسي في أسوان، الساحات التي هي مصدر للأمان وجمع الشمل وفض المنازعات والتدخل في مشاكل التار وإصلاح ما بين الناس وإشاعة الخير وتقديم البر لكل هذه الساحات والقائمين عليها كل الاحترام والتقدير. السؤال اللي طرحه الأستاذ محمد عدل في الحقيقة عن إنه هو بعد ما خرج المعاش بدأ يشعر بحالة من الحزن أو الشجن أو الخوف، أنا هقول له كلمة واحدة بس. أنت سيادتك ذكرت في كلامك الكريم أنك يعني تتحرى إقامة الفرائض وتصلي وتقوم بصور الطاعة المختلفة، ويعني جملك الله بطاعاته وعمر أركانك بإقامة الفرائض، فمن إيه الخوف والقلق؟ ده مجرد هواجس بيحاول الشيطان أن يلقيها في نفسك. والآية الكريمة التي أنصح سيادتك بأن تتدبرها كثيرا وتعتضد بها وتتحصن بها هي قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أهه، يعني هذه الخواطر التي يلقيها الشيطان في القلوب علشان يعكر عليك فترة من أفضل وأجود وأصفى فترات الحياة بعد ما أتممت مهمتك الوظيفية على أكمل وجه وبدأت كده تستقر في حياتك وتشعر بأنك منك لربنا مقبل على الله. الشيطان بس عايز يشوش عليك فترة الصفاء دي في إقبالك على المولى. لا تستمع إليه، ارمي كلام الشيطان ورا ظهرك. ولذلك ربنا بيقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ثم جاء الضمان
عن الإله، قال تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نصيحتي لي صديقنا العزيز الأستاذ محمد عدلي، توكل على الله، امتلئ في المولى جل جلاله ثقة ويقينا ورجاء وصدقا واعتمادا واعتصاما، ثم لا تبالي بعد ذلك بهذه الخواطر ولا تلتفت إليها. وأنا بأبشر سيادتك ما إن تمتلئ بهذا الحال هتلاقي الخواطر دي مشيت وما عادتش ترد على خاطرك الكريم مرة أخرى. طب قبل ما نختم حلقة اليوم، بعض التعليقات اللي وردت لينا على الصفحة، تعليق من حساب باسم سيدنا الحسين بيقول أختي هي صديقتي دائما ما تفضلني على نفسها وتخاف علي وتفكر فيها أكتر من نفسها في كل تفاصيل حياتي، ربنا وسيدنا النبي يجازيها خير عني، تستحق كل الشكر والتقدير، ربنا نولها ما تدعو به وأكثر، أحبك فلا أشكرك وربنا يديم فضلك ويحبك. وندعو لأختك الكريمة التي نجحت أن تكون أخت وصديقة، ندعو لها بكل التوفيق والسداد. تعليق من حساب الأستاذ حسين مطوع بيقول الحقيقة يا سيدنا الشيخ إنه المواقف كلها ما تسرش، لأنه أصحابي مفيش منهم مصلحة ولا فايدة ولا بتوع واجب، ما تضايقش نفسك وكمل في مسيرة حياتك وربنا حيبعت لك الصديق الذي تفرح به وتقر به عينك، بس ما تسيبش الحال اللي موجود في الناس اللي انت شفتها، ما تخليش هذا الحال يسيطر عليك أو يحزنك أو يضايقك. لا تحزن، إنما لسه بنقولها، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، سيرسل الله لك الصديق الصالح الذي تجد فيه يعني العضد والمعين. تعليق من حساب الأستاذ محمد عادل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا فلان الشيخ القمر الذي يرنو للنور، أشكرك على كلماتك الجميلة التي هي فوق ما أستحق. بعد كده سيادته بيقول مش هقول لفضيلتك مواقف، ولكن الأحسن أن أحب أن أشكر فضيلتك جزيل الشكر والامتنان، بل لك أنت جزيل الشكر أستاذ محمد عادل، لك الشكر والاحترام على كلماتك الرفيعة التي يعني أتقاصر أمامها، أنا لا أستحق منك هذه الكلمات وأشكرك عليها. تعليق من حساب باسم ناني العفيف بيقول